السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022-2023 بالنسبة للثانية إعدادي وفرض في الرياضيات. إذن عندنا لي ماتيماتيك، عندي هنايا ثلاثة ديال التمارين. التمرين الأول فيه النشر والتعميل وفيه واحد المسألة في الأخير. التمرين الثاني هنا فيه واحد المعادلة غادي نحاولوا نديفلوبي ونري ندويزي ومن بعد نفاكتوريزي، ثم في الاخير عندنا تمرين ديال الهندسه. اذا نبداو على بركه الله بالتمرين الاول. نبداو ليكزيرسيس، دونك اكزيرسيس نبداو ب ا اكس زائد 2 اس 2. اذا اكس زائد 2 اس 2 هنا متطابقه هامه، اذا متطابقه هامه ديال ا زائد ب الكل اس 2 اللي هي ا اس 2 زائد 2 في ا في ب زائد ب اس 2. بالتالي هنا اش غنديروا؟ نديروا اكس اس 2 زائد 2 في اكس في 2 زائد 2 اس 2. اذا هي اكس اس 2 زائد ماذا؟ زائد 4 اكس، 2 في 2 4، 4 اكس زائد 4. اذا هذا هو الجواب. اذا اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 4، ب 5 اكس ناقص 2 مضروبة في 5 إكس زائد 2، وهذه متطابقة هامة رقم 3 اللي هي أ ناقص ب مضروبة في أ زائد ب اللي كتساوي أ أس 2 ناقص ب أس 2. وبالتالي هنا اش غتساوي لي؟ غتساوي لي هي 5 إكس أس 2 زائد ناقص، عفوا ناقص 2 أس 2 اللي كتساوي 5 إكس أس 2 هي 25 إكس أس 2، لأن 5 أس 2 هي 5 في 5 ناقص 4، وهذا هو الجواب. نمروا العملية أخرى اللي هي عملية C. عندنا 2 إكس زائد 3 مضروبة في 3 إكس ناقص 7. إذا قلنا 2 إكس، إذا C يساوي 2 إكس زائد 3 مضروبة في 3 إكس زائد 7 ناقص 7، عفوا ناقص 7. إذا نحاولوا تتبعوا معايا. إذا يساوي، إذا هنا ما عندناش متطابقة هامة. إذا 2 إكس غنضربوها في هذه، ثم غنضربوها في هذه، ثم هذه غنضربوها هنا، وهذه غنضربوها هنا. إذا 2 إكس في 3 إكس زائد، أو عفوا ناقص 2 إكس مضروبة في 7 زائد 3 مضروبة في 3 إكس ناقص 3 مضروبة في 7. إذا هي 2 إكس في 3 إكس، وبالتالي هنا هي 6 إكس أس 2 ناقص 7 في 2 14 إكس زائد 3 في 3 9 إكس ناقص 21. إذا المجاهيل في جهة، إذا 6 إكس أس 2 ناقص 14، إذا ناقص 14 إكس زائد 9 إكس هي ناقص 5 إكس، إذا ناقص 5 إكس ناقص 21. إذا هذا هو الجواب الصحيح. نعم، إذا كنكونوا حاولنا نديفلوبيو ومن بعد نريدويزيو، يعني نحاولوا ننشروا ومن بعد نبسطوا. التعبير اللي هو تعبير دي والأخير. إذا دي يساوي 3 مضروبة في 2 إكس ناقص 5 ناقص 4 مضروبة في إكس ناقص 3. نعم، إذا هذه العملية هذه عندي النشر، هنا عاوتاني النشر. إذا 3 في 2 إكس ناقص 3 في 5 ناقص 4 في إكس ناقص مع ناقص هي زائد، زائد 4 في 3. هنا عندي 3 في 2 هي 6 إكس ناقص 3 في 5 هي 15 ناقص 4، 4 إكس نعم زائد ماذا؟ زائد 12. إذن 6 إكس ناقص 4 إكس ناقص 15 زائد 12. عندي 6 إكس ناقص 4 إكس هي 2 إكس، 2 إكس ناقص 3. إذن دي يساوي 2 إكس ناقص 3. نعم، إذن السؤال الموالي عندنا فاكتوريزي لي زيكسبريسيون سويفونت. إذن غادي نعملو، نعم نحاولو نديرو التمرين 2، تبعو معايا. إذن أو يساوي إكس ناقص 1 3 إكس ناقص 2 زائد إكس ناقص 1 مضروبة في 4 إكس ناقص 3. هنا عندي خصني نعمل، إذا هنا عندي عامل مشترك، خصني نقلب على عامل مشترك. العامل المشترك هو إكس ناقص 1، إذا إكس ناقص 1 هو العامل المشترك، نحتفظ به هنايا. أش غيبقى لي؟ غيبقى لي 3 إكس ناقص 2، نعم لا ما نديرش القوس، زائد 4 إكس ناقص 3. إذا هي إكس ناقص 1 الكل مضروبة فين؟ في 3 إكس زائد 4 إكس ناقص 2 ناقص 3. إذا هي هنا 3 إكس زائد 4 إكس هي 7 إكس ناقص 5 مضروبة في إكس ناقص 1. إذا إكس ناقص 1 مضروبة في 7 إكس ناقص 5. هذا هو التعميل ديال هذا التعبير أو. نعم، التعبير الموالي اللي هو اف. تعبير اف شنو هو؟ هو تسعود اكس اس 2، تسعود اكس اس 2 ناقص 16، تسعود اكس اس 2 ناقص 16 خصنا نحاولوا نعملوه. اذا هنا عندي هذه اس 2 غادي نحاولوا. اذا هنا 3 هي، اذا 3 في 3
في اكس اس 2 ناقص 16 هي 4 اس 2. اذا هنا شنو 4 في 4 هي 16، وهنا 3 في 3 هي 9. اذا هنا بحال 3 اس 2، يعني هي 3 اكس اس 2 ناقص 4 اس 2، وهذه هي المتطابقه الهامه الاخيره. اذا هي 3 اكس ناقص 4 مضروبه في 3 اكس زائد 4، يعني المتطابقه الهامه ديال ا ناقص بي مضروبه في ا زائد بي اللي كتساوي ا اس 2 ناقص بي اس 2. اذا غادي يكون التعبير غادي ينتهي هكذا. التعبير الموالي اللي هو تعبير جي، اذا غنحاول نكتبه. اذا اكس اس 2 ناقص 4 ناقص 5 اكس ناقص 3 الكل، نعم اكس ناقص 2. اذا هذا هو التعبير، التعبير جي هو هذا. نحاولوا نعملوه هنايا. اذا غنعملوه هنا، كاين عامل وهنا فين هو العامل المشترك، غنقلب عليه. اذا اكس اس 2 ناقص هذا 4 هي 2 اس 2 ناقص 5 اكس ناقص 3 اكس ناقص 2. اذا هنا اكس اس 2 ناقص 2 اس 2 يعني المتطابقه الهامه الاخيره. اذا هي اكس ناقص 2 مضروبه في اكس زائد 2 ناقص 5 اكس ناقص 3 مضروبه في اكس ناقص 2. اذا هو بان لي العامل المشترك اللي هو اكس ناقص 2. اذا غنعمل به اكس ناقص 2، بقات لي هنا اكس زائد 2 ناقص، وندخل ناقص هنايا، ناقص 5 اكس زائد 3. نعم اذا هنايا اكس ناقص 2 كل هنا اكس زائد اكس ناقص 5 هي 4 ناقص 4 اكس زائد 5 ناقص 4 اكس زائد 5 مضروبه في اكس ناقص 2، وهذا هو الجواب، يعني هذا هو التعميل. نعم ندوزو السؤال 3. السؤال 3 اللي هو ريزودغ لي زيكواسيون سويفونت، يعني نحلوا هاد المعادلات هادو. نعم اذا تبعوا معايا المعادله الاولى نبداو بها. اذا هي 2 اكس زائد 5 يساوي 5 اكس زائد 14. تمام نبداو بهذه المعادله هذه. شنو عندي هنا؟ اذا المجاهيل في جهه، 2 اكس نجيب عندها هنايا غادي نغير الاشاره، ناقص 5 اكس يساوي 14، وهذه ندوزها هنايا وتغير الاشاره. اذا 2 اكس ناقص 5 اكس هي ناقص 3 اكس كتساوي 14 ناقص 5 كتساوي لنا 9، وبالتالي هنايا هي اكس كتساوي بحال ناقص 9 على 3 اللي هي ناقص 3. إذن الجواب هو ناقص 3. إذن إكس يساوي ناقص 3، وكنقولوا الحلول ديال هاد المعادلة هو إكس يساوي ناقص 3. نعم المعادلة الموالية هي المعادلة ديال 3 مضروبة في 2 إكس زائد 1 ناقص 4 يساوي كيساوي كيساوي 2 مضروبة في 3 إكس زائد 7 وفي الأخير زائد 4. إذا لاحظوا معايا، إذا هنا عندي النشر، خصني ننشر بعد هادي وهادي ومن بعد نخرج. إذا 3 في 2 إكس زائد 1 ناقص 4، عفوا زائد 3، إذا 3 في 1 نعم ناقص 4 يساوي 2 في 3 إكس زائد 2 في 7 زائد 4. هادي 6 إكس زائد 3 ناقص 4 اللي هي ناقص 1 يساوي 6 إكس زائد هنايا 14 زائد 4. نعم اذا هنا هي 6 اكس، وندوزو هذه عند هنايا هي ناقص 6 اكس كتساوي 14 زائد 4 هي 18 غنزيدو عليها 1 غتولي هي 19. بالتالي هنا 0 اكس كتساوي 19. واش هذه معقوله؟ هذه راه امبوسيبل. بالتالي هنايا مستحيله. اذا كنقولوا ليكواسيون، نادمي با وبيان نادمي اوكون، لا تقبل اي حل، اوكين سوليوشن. صافي ندوزو للمعادله الثالثه اللي هي هذه، 2 اكس ناقص 1 مضروبه في 3 اكس زائد 6، المعادله الثالثه. اذا هنا شنو غنديروا؟ غادي نديروا هذه يساوي 0 وهذه كتساوي 0، اذا نقسموا هذه. اذا هي 2 اكس ناقص 1 كتساوي 0، وهنا 3 اكس زائد 6 يساوي 0. بالتالي هنا اكس كتساوي شنو كتساوي هنا؟ 1 على 2، وهنا اكس كتساوي 6 على 3 ولا ناقص 6 على 3 اللي كتساوي ناقص 2. صافي اذا الحلول عندي 2، هو اكس كتساوي 1 على 2 واكس كتساوي ناقص 2. نعم ندوزو الان للمعادله الثالثه عفوا الرابعه والاخيره. اذا المعادله الرابعه هي اكس على 3 زائد 2 اكس ناقص 1 على 4 يساوي 1. اذا عندي هنايا الاعداد الكسريه، اذا خصني نوحد المقام. باش نوحد المقام، مقام واحد غنوحد ب 12. علاش؟ لانه 4 في 3 12 كتساوي هنا 12. كيفاش حصلت على المقام واحد هنا 12؟ ضربت 3 في 4، اذا 4 اكس.
ضرب في 4. وهنا كيفاش تحصلت على 12؟ ضربت 4 في 3، يعني 3 نضربها في 2 في 2 اكس ناقص 1، اذا هنا 12، اذا يعني كتساوي، اذا هنا 4 اكس على 12 زائد هنا 3 في اكس هي 6 اكس ناقص 3 على 12 كتساوي 12 على 12. اذا هنا غنضربوا على هاد المقامات، غتبقى لي 4 اكس زائد 6 اكس ناقص 3 كتساوي 12. اذا هنايا غادي نحاول نكمل هنايا، اذا 4 اكس زائد 6 اكس هي 10 اكس كتساوي 12 زائد 3 اللي هي 15، اذا 10 اكس كتساوي 15، وبالتالي اكس كتساوي 15 على 10 اللي هي 3، 3 على 2. اذا وبهذا غادي نكون كملت السؤال الثالث. اذا الان ندوزو العمليه او للسؤال الاخير اللي هو السؤال 4 في هذا التمرين. لاج دو حمزه اي 3 فوا دو لاج دو كريم، يعني العمر ديال حمزه كيعادل العمر ديال كريم مضروب في 3. دون 16 ans لاج دو حمزه، يعني خلال 16 عام العمر ديال حمزه غادي يولي مضوبل العمر ديال كريم. كي لي لاج اكطويل دو حمزه اي كريم، شنو هو العمر الحالي ديال حمزه وكريم، شنو غادي نديرو؟ اذا هنايا السؤال 4، اذا اولا خصنا نبينو الرموز. اذا اكس شكون هو؟ لاج دو كريم، نعم، مضروب في 3 هو لاج ديال اش؟ لاج دو حمزه. مزيان، اذا المعادله هي 3 اكس وهنايا اكس، اذا من بعد 16 عام، اذا غنزيدو 16 عليهم بجوج بهم، هي اش غادي يولي لي؟ غادي يولي لي هذا ديال كريم ولا ديال حمزه كيساوي لي دو فوا الدوبل ديال كريم. اذا هذه المعادله غادي نحاولوا نبسطوها، 3 اكس زائد 16 يساوي جوج في اكس، نبسطو هنايا، زائد جوج في 16، اذا هي 3 اكس زائد 16 كتساوي 2 اكس زائد 32. اذا 3 اكس ناقص 2 اكس كتساوي 32، عفوا 32 ناقص 16، اذا 32 ناقص 16 هي 16 كتساوي، اذا اكس كيساوي 16. اذا 16 شنو هو؟ 16 عمر حمزه، 16 عمر كريم، و 16 مضروبه في 3 اللي هي 48 عمر حمزه. إذن هذا هو الجواب. إذن الآن غادي نحاولوا نمروا للتمرين الآخر، وإلى كملنا هاد التمارين هادو غادي يجي لي الفيديو طويل، داكشي علاش غادي نحبس هنا، وهاد التمارين بجوج بهم اللي بقى لي التمرين والتمارين اللي بقاو ليا جوج وثلاثة غادي نكملهم في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.